لما تمشي في شوارع القاهرة وتبص لمبانيها هتحس إن كل طوبة بتحكي قصة، بتحكي حكاية عن الناس وعن المدينة الفريدة الممزوجة بالفن والثقافة. ده كان دافع لإطلاق مبادرة أرواح في المدينة. صاحب هذه المبادرة هو ضيفنا الإعلامي والكاتب الصحفي الأستاذ محمود التميمي. صباح الخير عليك يا أستاذ محمود. صباح النور. أهلا بحضرتك. سعيد إني معاكم النهاردة. منورنا يا فندم، إحنا اللي متشرفين بحضرتك والله. الله يخليك. لكن في البداية عايزين نعرف إيه اللحظة اللي كانت ورا هذا المشروع الكبير؟ هو أنا شغفي بالقاهرة كمدينة فريدة من نوعها يعود إلى يعني طفولتي واكتفائي بيها، واعتبار يعني فكرة إن القاهرة هي مدينة مش الألف مأزنة فقط زي ما بيتقال، أو الألف عام، هي ألف دلوقتي 1053 سنة وشوية، لا يا كمان مدينة الألف روح والألف معنى. وبالتالي هتلاقي فيها طبقات، أو كما قال نجيب محفوظ في عبارته الخالدة عن مصر يعني أنها تاريخ الإنسانية كله، ليست وطن محدود بحدود ولكنها تاريخ الإنسانية كله. فهذا التاريخ المعجون ببعضه ومقدم سيرة الإنسانية وحكاية الإنسانية في مدينة يستحق الاكتشاف كل يوم أكتر وأكتر، مش التعامل معاه باعتباره تراث يجي السياح يتفرجوا عليه أو نقرأ في كتب التاريخ وخلاص، لا هو حياة تتعاش. الحياة في القاهرة ممتعة، وعلى رأي يحيى حقي الله يرحمه في كتاب شهير عن القاهرة، كتاب كان أجنبي هو ترجمه يعني، وكتاب واللي عمله مقدمة كان جمال حمدان الله يرحمه، فهو كتب فيه جملة قال بيتكلم عن القاهرة فبيقول يعني زورها يا أخي، يعني ما معناه يعني بعد ما كتب في فضائلها فقال لك زورها يا أخي، هذه مدينة فيها من الفضائل الكثيرة جدا ما يجعل الحياة فيها متعة رغم كل الآلام والمتاعب والمشاكل، بس هو ازاي ان احنا نكتشف هذه المتعة في تفاصيل هذه المدينة، هو ده طبعاً اللي احنا بنطرحه في أرواح في المدينة التابع لفكرة القاهرة عنواني اللي هو منشأ المبادرة ومنشأ المشروع. طيب أستاذ محمود، الحقيقة يمكن زي ما حضرتك قلت القاهرة غنية جدا، وحضرتك قلت يمكن ألف روح وألف معنى، وإحنا بنقول كل فعلا كل طوبة موجودة ليها قصة، ومش بس الشوارع المعروفة والمشهورة، ده حتى الشوارع الخلفية ليها يمكن قصص أكتر وأكتر، وده يخلي عشان نقدر نصور ده ونتكلم فيه ده هيحتاج مجهود كبير جدا، هيحتاج شغف كبير جدا، هيحتاج حد مش بس عنده العلم والثقافة، يحتاج حد عنده الحب وعنده بصر الروح عشان صح حضرتك تقدر تنقل ده. هي مسألة حب بالأساس على فكرة، طبعا موجود أو يعني موجود أو مش موجود ترك أيام مسألة. إذا مش موجود الحب فكل ما سيتم تقديمه ادعاء، يعني في مئات رسائل الدكتوراه وماجستير عن القاهرة في أرفف المكتبات ومئات الكتب و لكن إيه اللي معمول بحب وايه اللي معمول لمجرد ان انا باخد درجه علميه بستكمل بيها الكارير بتاعي، ومعلومات كتير كتير بس كلها تحسها ما فيهاش روح، يعني مش قادره تنقل القصه. بالظبط. حضرتك ازاي يعني فكرت انك تنقل القصص دي كلها وتجسدها للناس، حتى الناس البسيطه تقدر تبقى عارفاها وتبقى حتى صحيح عندها الفضول ان هي تعرف اكتر واكتر؟ هو ده التحدي الحقيقه، انه الفتره الاخيره اقدر اقول يعني في السنوات الخمسه الاخيره في مبادرات كثيرة ظهرت بتتكلم عن التاريخ عموما، يعني مثلا لقيت استخدام جيد جدا للانترنت من مواقع التواصل من خلال باحثين أثريين منهم مثلا يوسف أسامة وصفحة المماليك بيعمل حاجة عظيمة جدا، كان في سيرة القاهرة وعبد العظيم فهمي والشباب اللي في سيرة القاهرة بيعملوا حاجة عظيمة جدا، دكتورة فاطمة كشك بيت المعمار المصري، على فكرة الناس دي كلها حبيبة القاهرة، يعني ناس بيحبوها حب عميق جدا، حاولوا يعملوا مبادرات كثيرة جدا، بعضها توهج ووصل لدرجة عالية، كان في حدث مهم اسمه صالون البشر والحجر كان بتعملوا سيرة القاهرة مع مبادرة المكان والناس للدكتورة فاطمة كشك باحثة أثرية، كان في أنشطة في بيت المعمار مستمرة، بيت المعمار المصري ده مكان موجود في القلعة هو اللي بدأت منه مشروع القاهرة عنواني، وانتوا وانا اتكلمتوا عنه كنتوا أول ناس في يونيو اللي فات. اللي عايز أقوله إيه؟ الناس دي كلها
مجاذيب للقاهرة، محبين للقاهرة، في أسماء تانية كتير أنا نسيتها طبعا أو أنا ما قلتهاش، اللي قلت عليهم دول اللي بشوفهم النابهين في هذا الموضوع. لكن في حاجات بتكمل، حاجات ما بتكملش، في حاجات بيتوهج فجأة، في حاجة ثم تنطفئ أو بيتغير اهتمامها، في ناس بتحبط لأنه الإقبال على التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي عالي جدا وبيحبط أي حد بيعمل شيء جاد. لكن هي الفكرة إنه لكن بوجودكم أعتقد إن احنا ممكن نرجع الذوق تاني زي زمان، الذوق العام. هقول لك احنا بنعمل إيه. أنا شخصيا انفعلت بهذه المبادرات وانفعلت بالنشاطات اللي بتتم دي. دكتور عادل غنيم بيعمل جولة، دكتور محمد الششتاوي أستاذ الآثار، أسماء كبيرة جدا بيعملوا جولات في القاهرة عشان الناس تجد متعة في إن هم يتفرجوا على معالم ويسمعوا تاريخ ويتعلموا ويسمعوا ويتكلموا عن المعمار وما إلى ذلك. بس هي الفكرة إيه؟ أنا كنت أعرف الأستاذ جمال الغيطاني بحكم عملي الصحفي، وعايز أقول لكم إنه أنا داخل دلوقتي يعني في مسبيرو، يعني كان عندي نوع من الرهبة الشديدة لأن أنا قضيت 6 سنين من عمري هنا في الاستوديو اللي جنبكم هنا، استوديو واحد اللي هو البيت بيتك. وأستاذ جمال كان ضيفنا مرة وهو كتب ده في أحد كتبه بالمناسبة في يوميات الأخبار، وبعد كده في أحد كتبه كان ضيفنا مرة هنا في البيت بيتك وتعب على الهواء وخدناه ونقلناه على المستشفى يوميها وسيبنا البرنامج وجرينا جري على المستشفى، وكان عنده مشكله في القلب وعمل عمليه يعني استاذ جمال علاقتي بيه كانت علاقه خاصه جدا، وكنا بننزل نلف ونروح درب الطبلاوي اللي هو المكان اللي اتولد فيه في الجماليه، ونروح بعض الاماكن التانيه اللي حوالين شارع المعز واسمع منه ويحكي لي وعن افكاره. انا اتمنى انه الكلام ده كان بتكلم من سنين طويله. الشغل طبعا خد الواحد والانشغالات المهنيه، لكن اتمنى انه مشروع القاهره عنواني يبقى نوع من انواع التحيه لروح الاستاذ جمال الغيطاني، نوع من انواع استكمال شيء هو بداه. احنا ما عندناش الطاقه العظيمه اللي عند جمال الغيطاني الفكريه او مش هيجي تاني جمال الغيطاني في مصر، لكن عندنا القدره ان احنا نستلهم بعض الدروس اللي سابها لنا ونطبقها ونوريها للناس. وبدات ده مع بنتي اللي عندها 12 سنه، يعني حتى هي اللي شجعتني على فكره ان ننزل كل اسبوع نلف في القاهره في مكان مختلف عظيم ونكتب عنه ونحكي عنه للناس من خلال فيسبوك او غيره. هي اللي شجعتني جدا على ده، وانا بقيت حاسس ان ده جزء من واجبي نحوها كمان. ثم اتسع الامر في يونيو اللي فات، الدكتوره هبه صفي الدين مديره بيت المعمار المصري وهي صديقه عزيزه قالت لي عايزين محاضره عن القاهره، انت اللي بتعمله مع بنتك والهاشتاج بتاع القاهره عنواني اللي بتحط عليه صور والقصص عايزين نحوله لمحاضره. فقلت لها انا اذا عملت ده مش هتكلم عن القاهره اللي ممكن يتكلم عنها اثري او معماري لان ده مش تخصصي، انا هتكلم عن القاهره كما رايتها في 100 سنه صحافه من خلال ارشيف انا بمتلكه. أنا عندي أرشيف يعود ل 1910 من الصحف والمجلات المصرية. فقلت لها هتكلم عن القاهرة كما رأيتها في هذا الأرشيف. وفي الواقع هي مدهشة. مدهشة إلى أبعد مدى. نحن لا نعرف عن القاهرة أو عن مصر عموما في الواقع في آخر 100 سنة سوى القشور. صحيح. فبدأنا بالدخول إلى هذا العالم في يونيو اللي فات، وزي ما قلت أنتوا كان ليكوا السبق في الحديث عن المشروع هنا. في ده شرف كبير لنا طبعا، واحنا دايما في متابعه معاك مستمره لهذا المشروع الكبير. لكن احنا عارفين ان القاهره مر عليها عصور كتيره جدا، وكل عصر كان ليه تراثه الثقافي والمعماري، وعرفنا كيف يؤثر الاشخاص في هذا التراث، لكن كيف يتاثروا بهذا التراث؟ هو الواقع ان العلاقه بين اي، انا مش عايز اقول كلام كبير بس انا نفسي الناس ايه يعني تخش الموضوع ببساطه كده، اكيد العلاقه جدليه بين المدينه وساكنيها. ساكني المدينه يتاثروا بها وسلوكهم وحياتهم، والمدينه تتاثر بمن يسكنها. عشان كده وسط البلد لما كان بيسكنها في العشرينات والثلاثينات والاربعينات نمط معين من السكان، ناس معينين كان ليها شكل معين. لما تحولت النهارده انه مثلا كل فراغ بين عمارتين يتحول الى دكان او الى محل مثلا، ده نمط السكان اللي موجودين هم اللي عملوا كده في المدينه بالمناسبه، يعني مش المدينه اللي عملت فيهم ده. مفهوم. لكن في نفس الوقت في نظريه معروفه جدا في العمران
ان انت لو عايش في عشوائيات مثلا وهتصحى الصبح تلاقي قدامك قبح، اكيد وانت خارج نازل من البيت وشفت واحد مش هتبقى عايز تقول له صباح الخير وانت مبتسم، لان انت طول الوقت عينك متمرنه على قبح، والقبح ده حاله عامه. لكن لو انت، عشان كده انا يعني كنت عامل كده دراسه بسيطه عن الفرق بين الحاره الشعبيه القديمه في الجماليه والمعز وغيره والحاره الشعبيه الناشئه بعد عشوائيات السبعينات والثمانينات. هتلاقي ان القيم هنا مختلفه عن القيم هنا، الالفاظ حتى مختلفه. اللي بيفتح الصبح يلاقي قدامه بيبر سجا شنكير مثلا في الجماليه، هذا الجامع الجميل، او بيصحى يلاقي سلطان برقوق او قلاوون، الجمال في المعمار، الفخامه في البناء تخلي الانسان عينه تحب الجمال، واللي يحب الجمال بعينه يحبه بروحه طبعا. وبعد شويه تلاقي انه ثقافته مختلفه، نمط حياته مختلف، لكن انك تفضل عايش وسط القبح ثم تتالف معاه وتعتبره عادي. عشان كده النهارده اللي بيحصل في وسط البلد والحملات الكبيره اللي بتتعمل لازاله التعديات على الاماكن القديمه واعادتها الى اصلها، وجهد بمقاومه شديده من اصحاب المحلات اللي عاملين كل واحد عامل شكل لوحده وكل واحد عامل بروز في الشارع وخارج ومناظر كده، انا والله كنت بعتبرها معجزه. ازاي ان يتم اقناعهم بازاله كل ده وتوحيد الوجهات عشان يبقى زي التعامل مع المباني التراثيه في العواصم الكبرى زي لندن وباريس وغيره؟ دي كانت معجزه، كونها تمت ده شيء عظيم جدا. بس هم تالفوا مع القبح، فعشان تقنعه بالجمال دي بتبقى معجزه يعني. طبعا. طيب استاذ محمود، الحقيقه ان الندوات السابقه كان عليها اقبال ضخم جدا، بس الاقبال نسبه كبيره جدا منه بتبقى زي ما حضرتك قلت من قبل مجاذيب القاهره، الناس اصلا المهتمه بالموضوع ده. لكن حضرتك كاعلامي وكاتب صحفي وايضا مهتم بتاريخ القاهره وبالتاريخ بشكل عام، فعندك الثقافه، عندك المعلومات، وعندك طريقه خلينا نقول توصيل المعلومه، ايصال المعلومه، طريقه السرد، فن الحكايه. مش كله عنده ده، ممكن حد يبقى فعلا خبير اثري وعارف كويس قوي المعلومات وعارف التاريخ، بس ما عندوش الطريقه اللي يقدر يوصل بيها للناس، خاصه في ظل السوشيال ميديا والمقاطع والفيديوهات البسيطه والصغيره. ممكن حد تاني يكون اعلامي برده بس برده مش متعمق قوي في التاريخ وعارف الحكايات. بما ان حضرتك بتجمع بين الصفتين دول، الندوات طبعا دورها مهم جدا، لكن اعتقد انه في ممكن دور يبقى اكبر يصل لابعد من الناس المهتمه فقط بالقاهره، الناس عامه الشعب، الناس كلها اللي لازم يكون عندها حتى ابسط المعلومات عن تاريخ مدينه عريقه زي القاهره. طيب انا عايز اقول لك حاجه، هو القاهره طبعا بالنسبه لي هو مدخل الى مصر كلها، لانها المدينه التي جمعت صحيح جميع طبعا. يعني فيها خيط من كل طبعا. مدينه مصريه ومن كل قريه مصريه، جمعت كل محاسن التراث المصري وايضا بعض نقائصه. لكن هي الفكره ايه؟ سواء القاهره او مصر تاريخهم يجب ان يحكى بطريقه تتناسب، سواء يعني كمان مع العصر اللي احنا فيه، لكن كمان تتناسب مع الذائقه البشريه. يعني ايه؟ يعني نشوف الناس بتحب ايه ونحكيه، يعني اللي هو ما نقعدش نتقعر بكلام صحيح. يودينا في سكه انها محاضره. انا ما بعملش محاضرات، عشان كده دايما من اول مره قلت اسمه لقاء، نحن نلتقي مع بعض. فكان اللقاء الاول والثاني لغايه ما لسه عاملين من يومين اول امبارح اللقاء التاسع مع استاذ جمال بخيت الشاعر الكبير طبعا. عملنا ليله جميله جدا في مركز الابداع الفني في الاوبرا التابع لصندوق التنميه الثقافيه، وكان حاضر الدكتور هاني ابو الحسن رئيس الصندوق، كان منورنا، والجمهور زاد، فسيبنا بيت المعمار المصري اللي هو صغير على هذا العدد الكبير، مساحته صغيره، بيت اثري عمره 360 سنه، وبنعمل ندوه في الحوش. فالحوش ما بقاش، اول مره كنا كويسين، تاني مره كان عدد زياده جدا وفي ناس مشيت، تالت مره روحنا سينما الهناجر تبع صندوق التنميه الثقافيه عشان العدد بتاعنا زياده، وعملنا اللقاء التالت اللي هو كان فيلم حقيقه او موت اللي هو بتاع الدواء وفيه سم قاتل، وتعاملنا مع الامر انه هذا الفيلم وثيقه سينمائيه. انا بعتبر السينما المصريه في الاربعينات خمسينات ستينات سبعينات هي وثائق لهذه المرحله صح. من كل بقى الـ طريقه كلام الناس وطريقه اكلهم وطريقه لبسهم وطريقه تعاملهم والتقاط الكاميرا للشوارع في الوقت ده
هنجيب منين يعني؟ ما هو هي الكاميرا في الوقت ده، وخصوصا حقيقه امور، لان الكاميرا مشيت مع البنت في الشارع طول الوقت، في الشارع طول الوقت هي بتجيب ازازه الدواء. ثم وانا بحضر الفيلم فقلت انا بحب اللي هو ايه، ضيوف جايين لي فلازم احضر لهم احلى ما عندي يعني. فقلت طيب ندور يا ترى البنت دي قصتها ايه، راحت فين، فاكتشفت انها عايشه. ودي كانت مفاجاه رهيبه ليا، لانها كانت ساعتها 9 سنين، فيعني هي دلوقتي عندها 80 سنه وبصحه يعني معقوله الحمد لله. وفضلت بقى ايه ازن عليها بعد ما وصلت لها، وصلت لها بصعوبه عشان اروح اسجل معاها وازيع ما صورته معاها في الـ في الـ في الندوه. فرحت وقابلتها وسجلت معاها، وكان حدث يعني كان يوم جميل جدا، والحكي فيه عن القاهره سنه 54 وعن الاماكن وعن البشر اللي احنا عرفناهم من خلال البحث عن ضحى اللي هي بطلة الفيلم، ضحى أميري. كان الرحلة كانت كبيرة، وكان البحث عن هذا الزمن من خلال ضحى ممتع جدا، ونتائجه كانت حلوة جدا، وقصصه كانت جميلة جدا. فالمرة اللي بعدها العدد كان أكبر، المرة اللي بعدها بقى كان عملنا بعد كده بقى فيلم العار عشان نتكلم عن قاهرة علي عبد الخالق الله يرحمه، وكان في يعني في التوقيت اللي هو توفى فيه. طبيعه النقاشات بتتم ازاي بعد عرض الفيلم؟ طبعا في اسئله كتير بتيجي، بس هو يعني اغلبها مندهش، اللي هو انت جبت ده منين؟ جبت دي القصه منين؟ يعني انا النهارده لما بحكي عن فيلم حياه وموت، فالبنت ماشيه في القصر العيني، الترام راكبه ترام، ترام رقم 30، لان مواصلات القاهره كان اغلبها تروماي اللي هو الترام. طيب فانا بحكي عن مسار هذا الترام، وجبت صورته القديمه، جبت صور التذاكر بتاعته، جبت صور الناس اللي كانت شغاله فيه، هم بيشتغلوا في الترام محصلين وما الى ذلك. محصل الترام ده كان بيوصل الامر ان زرار النحاس بتاع البدله بتاعته منقوش عليه كلمه ترام القاهره، يعني كان في تفاصيل البراندنج في التعامل مع المؤسسات وكده، وصل مرحله عاليه جدا، تفاصيل صغيره لكن مهمه جدا. وهي اللي فضلت يعني، الزرار ده عندي واشتريته من ضمن المقتنيات اللي عندي، اشتريته. انت فعلا من مجازيف القاهره بقى. بكل تفاصيلها، فكل ما يتوقع منها من اثر انا بحاول احافظ عليه، بحاول احافظ عليه واقتنيه واورثه لبنتي بعد كده، ان هي تورثه بعد كده لاولادها. فاللي عايز اقوله ايه، انه يومها لما عملنا حياه وموت كله كان بيسال انت جبت ده منين؟ جبت ده من ارشيف الصحافه المصريه العظيم اللي بيحكي قصص هذا البلد يوم بيوم. وزي ما قلت قبل كده يعني في احد الاماكن، اذا كان الكتب الاكاديميه بتاعت التاريخ بحر من المعرفه، لا الصحافه المصريه على بحر 100 سنه محيط من المعرفه. لا ويوميه يعني تدرك معلومات يوميه. وكمان باحساس، الصحفي بيكتب باحساسه طبعا، مش كتابه جافه لنقل ما جرى وخلاص يعني. الحاجه الثانيه ان بعد كده عملنا فيلم العار، بعد كده عملنا فيلم سواء الاتوبيس، وكرمنا الاستاذ بشير الديك الكاتب الكبير اللي كتب الفيلم، واستاذ سعيد شيمي مدير التصوير. عملنا مؤخرا فيلم بين القصرين، لما جينا نحتفل في ديسمبر ب 1922، كل الناس بيعملوا في نهايه السنه حصاد السنه، انا عملت حصاد السنه من 100 سنه، فقمت حكيت عن 1922 وما جرى فيه والشخصيات اللي اتولدت. رجعت لورا. رجعت لورا، عارفه ليه برجع لورا؟ جمله بقولها برضو كل مره في كل مكان، هذا المجتمع الوحيد في العالم الذي إذا عاد إلى الوراء 100 عام فسيكون قد تقدم كثيرا. حقيقي أنا هسأل نرجع حضرتك، نرجع بس 100 سنة وإحنا هنبقى زي دي حقيقة يعني. إحنا لو شفنا بس زي ما حضرتك بتقول، بس مجرد شفنا الأفلام وشفنا الناس بس كانت بتتكلم إزاي، هنتأكد من جملة حضرتك. أخيرا إحنا عرفنا إنه المبادرة دي في مرحلة تانية حضرتك يعني بتخطط ليها، وهتبعد أكتر موضوع الندوات وفكرة برنامج. انا اتمنى طبعا الندوات هتستمر، لان انا محافظ على هذا الطقس بقى حدث أكيد. بقى في فعاليه شهريه في القاهره، كل محب القاهره بيجوها ومحب الفنون عموما وكده، فانا حريص على استمرارها من خلال صندوق التنميه الثقافيه، ومن خلال ايضا مراكز ثقافيه كثيره عرضا التعاون معانا. في جالي عروض من دور نشر لاصدار كتب فيها الماده اللي بنقولها في الندوات او اللقاءات زي ما بحب اسميها. لكن في الواقع فكرة البرنامج هي جات لي من أول يوم، ولازم ده يبقى برنامج بالفعل. إذا هناك، إذا تحمس أحدهم لأن يكون هناك برنامج باسم أرواح في المدينة يحكي تاريخ المصريين المدهش
اعتقد احنا محتاجين ده فعلا بطريقه. فانا جاهز والله تليفون أعتقد يعني احنا محتاجين ده فعلا زي دي النقطه اللي كنت بقول لحضرتك عليها. إيه؟ انا هسيب تليفوني في الكنترول فاذا تحمس احدهم معروف يا فندم فانا جاهز تمام. اذا تحمس احدهم فانا جاهز طبعاً. اذا ما تحمسش حد انا هعمله اونلاين ولازم يتعمل لانه ده واجبي تجاه بنتي الصغيره صحيح. وتجاه الاجيال اللي المفروض تعرف تاريخ بلدها وتفتخر بيه ويبطلوا النغمه بتاعه ان احنا اقل من غيرنا. احنا مش اقل من غيرنا عندنا وعندنا كتير جدا كمان. واحنا بنشكر حضرتك طبعا على هذه المبادره. احنا بنتكلم في مشروع غايه في الاهميه للحفاظ على التراث الثقافي والتراث المعماري للمصريين بالاضافه الى التوعيه باهميه هذا التراث. شكرا جزيلا ليك الكاتب الصحفي والاعلامي استاذ محمود التميمي صاحب مبادره ارواح في المدينه. الف شكر ليك يا فندم. شكرا.